ضيف لقاء خاص الكاتب والسفير والوزير الأسبق كمال بوشامة. المدرسة هذه تعجمة العلماء كانت فيها الازدواجية، قالوا أعطيني الأوراق نتاعك، أوراق خطيرة يعني. لما أخذ هذوك الوثائق كلها أنا كنت في المهد. يعود إلى أهم الأحداث في مسيرته من أيام الثورة التحريرية إلى بداية عهد الرئيس بومدين. هو سي بومدين، احنا يعني نهار الاول كنا ننبذ هذا الرجل. القصة الأولى هو أنه كان كل مرة بالموازاة مع الثورة. لكن هل كان عندكم نشاط نضالي؟ نشاط نضالي، أنا ماجيك نشاط نضالي، يعني نقصد العمل المسلح. كل هذا وحقائق أخرى تأتيكم في الحلقة الأولى من حوار مثير ضمن لقاء خاص تشاهدونه هذا الجمعة على الساعة 9 مساء عبر قناة البلاد. كونوا في الموعد.